المقاومة الإسلامية في العراق تقول قبل قليل إنها قصفت ميناء في حيفا بصاروخ كروز. قبلها بسويعات الجيش الإيراني يقول إنه قصف مواقع الإرهابيين في باكستان بالصواريخ. ليلة أمس الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف مواقع الإرهابيين في إدلب، وقال كذلك إنه قصف مقرات للموساد في أربيل. كلام كثير من الإيرانيين والتابعية الإيرانية، جعجعة على مدار 48 ساعة الماضية، فهل في الأمر طحين؟ حياكم الله فيما تبقى. قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع في ريف إدلب، وبالتزامن مع ذلك قتل وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف صاروخي إيراني على إقليم كردستان العراق. من ريف إدلب إلى أربيل، قصف ليلي إيراني. تقول المعلومات الواردة إن قصفا للحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع في ريف إدلب، في حين أصدر الحرس الإيراني بيانا مقتضبا زعم فيه أنه استهدف ما سماها قيادات وتجمعات إرهابية في سوريا، ردا على تفجير كرمان الذي أودى بحياة نحو 90 إيرانيا كانوا يحيون ذكرى مقتل قاسم سليماني. في إقليم كردستان العراق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بقصف صاروخي للحرس الثوري الإيراني استهدف عدة مناطق مدنية في أربيل، ليكرر الحرس الثوري بيانه الأول بمنطقة جغرافية ثانية، فيقول إنه قصف أهدافا إرهابية بصواريخ باليستية، زاعما أنه دمر مقر تجسس وتجمع لمجموعات معادية لإيران في أربيل، وطويت صفحة العملية الإيرانية بردود فعل دولية خجولة تراوحت بين الإدانة والتحذير. من يرد فعل شيء فإنه لا يهدد، يقول مراقبون، وهنا يستحضر التاريخ الرد الإيراني على عمليات كبرى قامت بها أمريكا وإسرائيل ضد النظام المتشدد، فقتلت قادة كبارا تابعين للمرشد في دمشق وبغداد وحتى في طهران، ولم يسفر التصعيد عن حرب شاملة. الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وأي صفقة قد تفيد بايدن في التصويت قد يقبل بها، ومن المستبعد أن تقدم الولايات المتحدة وإسرائيل على مهاجمة إيران ولا العكس، فتشير بوصلة التحليل إلى أن الواقع الراهن سيبقى كما هو حتى إشعار آخر، ولن يؤدي حدث في صنعاء أو إدلب أو أربيل إلى حرب تدفع الأطراف ثمنها غاليا. معنا الصحفي العراقي الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله. المقاومة الإسلامية في العراق هذه قال قصفت ميناء في حيفا قبل أيام، من هذه المقاومة الإسلامية في العراق؟ حقيقة لا يوجد شيء اسمه المقاومة الإسلامية، هذه عصابات إرهابية تابعة للنظام الإيراني تتمول من المال العام العراقي، تسرق المال العام العراقي، تقتل العراقيين وتقتل السوريين، الثوار السوريين، الشعب السوري في الحقيقة الثار ضد نظام السفاح بشار الأسد، وتدعي أنها ما تسمي نفسها المقاومة الإسلامية، هي في الحقيقة مرة أخرى هي عصابات إرهابية لم تقاوم الاحتلال الأمريكي، بالعكس كانت تعمل في خدمة هذا الاحتلال الأمريكي. بعض من هذه الجماعات قاتلت الجيش العراقي منذ الثمانينات في حربه ضد العدوان الإيراني، كانت تصطف إلى جانب العدو الإيراني في قتاله. لكن الجماعة الآن يضربون ميناء في حيفا أستاذ مصطفى، قال لك بصاروخ كروز مطور في حيفا في قلب الكيان. أولا هذه ادعاءات كاذبة، ثانيا للأسف باتت قضية فلسطين غسالة لإجرام هذه العصابات التي أجرمت كثيرا بحق العراقيين وبحق السوريين وبحق اللبنانيين وبحق اليمنيين ومن قبل بحق يعني الأحوازيين أيضا عندما احتلت إيران. وصاروخ الكروز هذا
هذا صاروخ الكروز لا قيمة له في الحقيقة. كيف صاروخ كروز؟ صاروخ كروز كيف لا قيمة له؟ لأنه لم يصب أي أهداف حقيقية في أي مكان، هذه وسيلة كما قلت فقط لغسل الأيادي الملوثة بالدماء والتي أجرمت كثيرا ونهبت كثيرا وقتلت كثيرا، وبالتالي تريد أن تتمسح بقضية فلسطين لتغسل هذه الدماء وهذه الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. اليوم أيضا يقصفون طيب جيش العدل، جماعة جيش العدل في باكستان، يعني الإيرانيون والله نفسهم قوي، نبضهم قوي هذه الساعات. يعني هي فوقة أو عجرفة العنصرية الفارسية التي تعمل بها الجهات الأمنية والعسكرية الإيرانية، وعندما لا تجد رادع يردعها تقوم بهذه الألاعيب أو هذه الممارسات بين حين وآخر. طيب أعود بك إلى ما حدث في أربيل الليلة الفائتة وأدلب. أولا قال والله نحن قصفنا مقر للموساد في أربيل، الجماعة يحاربون الصهاينة. لا يوجد مقر للموساد في أربيل، وعلاقاتهم مع حكومة إقليم كردستان العراق علاقات قوية منذ قبل غزو العراق وبعد احتلال العراق كانت علاقاتهم قوية لطالما عملوا معا، وبالتالي هذه طريقة للابتزاز الحقيقة. عندما تتأزم الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، عندما تتأزم الأمور بين الميليشيات التي تتحكم بالعراق وتتحكم بكل الشأن العراقي الحقيقة أمنيا وعسكريا وإداريا وسياسيا بل وحتى خدميا، عندما تتأزم الأمور يحاولون أن يعكسون أزماتهم إلى مشكلة مع أربيل. أربيل لطالما كانت مقرا لهم في سنوات ماضية، ومنها انطلقوا لتنفيذ بعض العمليات العدوانية في أثناء غزو العراق، وبالتالي هذه العصابات كما قلت وهي بعضها قديم يعود إلى مرحلة الثمانينات لا توجد بينها وبين يعني كله كذب في كذب. يعني أنت نعم كله كذب في كذب، لا يوجد شيء صحيح. نعم لا يوجد شيء صحيح، هذه لا يوجد هناك يعني قد يقول لك قال هذا خطاب قومي، أيضا خطابك خطاب قومي متعجرف ويكذب الفرس يعني ويراهم أعاجم قشامر. لا والله نحن يعني نعتز بانتمائنا لأمتنا وبالدفاع عنها وعن قضاياها، ويعني لا نعتقد أننا نتصرف بعنجهية. نحن كعرب نؤمن برسالتنا الإنسانية وانتمائنا لأمتنا لا يحول دون قولنا للحق. الحق يقول أنه لا توجد هناك مقرات للموساد في أربيل، والمناطق التي تعرضت للعدوان الإيراني يوم أمس كانت مناطق مدنية ولقي حتفهم مدنيون. الجماعة يقولون لا أستاذ مصطفى، الجماعة يقولون هناك رجل أعمال كردي في أربيل مسؤول عن تصدير النفط، نفط كردستان إلى الكيان الصهيوني وشريك كبير للإسرائيليين. يعني الجماعة فصلوا في هذا الموضوع. هذا ما يقولونه، ومعلوماتنا تؤكد أنه مجرد تاجر له علاقات تجارية، ربما في قضايا له نشاط تجاري كان في قضايا الإعمار والبناء، وربما كانت له علاقات في أيضا في مجال النفط أو ناشط عفوا في مجال النفط، لكنه ليس مقرا للموساد. والحقيقة أن العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة ومع الموساد أيضا ليست هينة وليست يعني نسج خيال، وإنما هناك أيضا علاقات قديمة بين الإيرانيين أو النظام الحاكم في إيران منذ سنة 79 وحتى الآن. ويعني حتى في الحرب العراقية الإيرانية هم تمولوا مباشرة بالسلاح من الكيان الصهيوني واستفادوا
واستفادوا، يعني تقولون متعاملين مع اليهود، طيب جيد، هؤلاء الآن هم يتصدرون الساحة، والعراقيون والسوريون في المنافي وبلادهم مستباحة. طيب إيران تقصف في العراق في أربيل وتقصف في سوريا في إدلب، البعض يقول لك هذا إعلان للقوة، يعني الإيراني يريد أن يقول للأمريكي ولغير الأمريكي أنا موجود، لا يمكن القفز علي وأنا أضرب بالصواريخ البالستية. نعم، هو يضرب بالصواريخ البالستية لابتزاز الجانب الأمريكي في بعض المواقع، في بعض المواقف، وأيضا كما قلت هو يعني يحاول أن يغسل يده أياديه الإجرامية من خلال التمسح بقضية فلسطين. منذ 40 سنة ومنذ 45 سنة مرت على وجود هذا النظام الحاكم الإرهابي في طهران، لا توجد إطلاقة واحدة أطلقها النظام الإيراني ضد العدو الصهيوني، وفيلق القدس خاض جميع معاركه في العراق وفي بلاد الشام، في الشام، في سوريا، في اليمن، في لبنان، في مناطق أخرى ربما من العالم، أين أيضا نفذ عمليات إرهابية، لكنه على الإطلاق لم ينفذ أي عملية عسكرية ضد الكيان الصهيوني أو ضد أي مسؤول صهيوني في لا داخل فلسطين ولا في خارجها. وبالتالي هذه يعني وسيلة للنفاق، لأن قضية فلسطين قضية يجمع عليها العرب والمسلمون والإنسانية جميعا، قضية عادلة، قضية شعب محتل أرضه ومشرد. لكن أستاذ مصطفى اسمح لي، يعني قد لا يوافقك كثر الآن في هذا التوصيف بالنسبة للإيرانيين، قال لك لا الآن الإيرانيون، الحرس الثوري، السيد عبد الملك الحوثي، يعني الجماعة رعاة حقيقيون، يعني بناة حقيقيون على رأي القائد الخالد حافظ الأسد، لكن الآن سأجاريك، الذي كانت له تفاهمات مع الأمريكان والصهاينة. طيب سأجاريك في ذلك أن هؤلاء القوم كذابون ومتفقون مع الصهاينة ومع الأمريكان. حسنا، ما النتيجة الآن؟ ما النتيجة؟ دعني أشير لحضرتك وللسادة المشاهدين أننا نشرنا قبل سنوات وثيقة رسمية أمريكية عن رسالة نقلها جلال طلباني عندما كان يسمى رئيسا لجمهورية العراق، زار دمشق سنة 2007 والتقى فيها بزعيم فيلق أو قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني هناك، ونقل زيارة كانت سرية، نقل خلالها رسالة من سليماني إلى الجانب الأمريكي، وهذه الوثيقة تتحدث عن الرسالة التي، هذه الوثيقة هي رسالة من السفير الأمريكي في بغداد حين ذاك زلماي خليل زاد، وطبعا في تلك السنوات كانت ذروة سنوات المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. هذه الرسالة تقول أن مشروعنا، المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق هو مشروع واحد، وأنني أقسم بقدر خميني، هكذا تقول الرسالة، رسالة سليماني إلى الأمريكان نصا، أقسم بقدر خميني أنني لم أطلق ولن أطلق رصاصة واحدة ضد الولايات المتحدة في العراق، رغم أن عندي مئات الرجال في بغداد يمكن أن يعني يأتمرون بأمري، ولكنني لم أطلق رصاصة واحدة ضد الأمريكان. هذه هي حقيقة الموقف. هذه الرسالة أستاذ مصطفى، هذه الرسالة كتبها قاسم سليماني وحملها جلال طالباني إلى زلماي خليل زاد، صحيح؟ إلى زلماي خليل زاد في مطلع سنة 2007، ويقترح فيها قاسم سليماني واحدة من ثلاث صيغ للتعامل بين الأمريكان والإيرانيين بخصوص العراق، واحدة منها اللقاء المباشر بين الأمريكان والإيرانيين، واحدة عبر وسيط، لقاء غير مباشر، ثنائي غير مباشر بين الأمريكان والإيرانيين، والثالثة كانت أن تعقد لقاءات ثلاثية، يعني أمريكية إيرانية وبحضور عراقي، وتمت الموافقة الأمريكية على المقترح الثالث، حيث عقدت عدة اجتماعات أمريكية إيرانية، أمريكية برئاسة السفير رايان كروكر والسفير الأمريكي اللاحق الذي تلا زلماي فيما بعد في بغداد، والسفير الإيراني الذي هو جنرال في استخبارات الحرس الثوري حسن كاظمي قمي. في ذلك الوقت عقدت العديد من جولات المباحثات بين الطرفين حول
تقاسم المنافع في العراق. المشكلة بين الأمريكيين والإيرانيين، والمشكلة بين ليس مبدأ النفوذ الإيراني، النفوذ الإيراني متفق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وإنما حجم النفوذ ومدى الإيرانيون بعد أن أخذوا لقمة العراق، وهي لقمة كبيرة جدا، كانت بوابة للتأثير الإرهابي والإجرامي على كل المنطقة المحيطة بالعراق عربية وغير عربية أيضا، وحتى في المدى الأبعد قليلا، عندما أخذوا يعني أرادوا أن يلتهمون هذه اللقمة كلها لوحدهم، هنا بدأ الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي هو خلاف على ليس على مبدأ النفوذ، عفوا هذه آخر كلمة، ليس على مبدأ النفوذ وإنما فقط على حجم النفوذ ومداه. يقول قاسم سليماني: أقسم بقبر خامنئي أنني لن أطلق ولم أطلق ولن أطلق. أن أقسم بقبر خميني. أنني لم أطلق ولن أطلق رصاصة واحدة ضد الأمريكيين في العراق، لأن مشروعنا ومشروع الأمريكيين، المشروع الإيراني يقصد، والمشروع الإيراني الأمريكي في العراق هو مشروع واحد. وأعيد التكرار، أكرر القول أن هذه السنوات كانت ذروة سنوات المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، التي قتلت منه حقيقة عشرات الألوف بالمناسبة، وجرحت عشرات الألوف. ما يعلن من أرقام بالمناسبة عن الخسائر البشرية الأمريكية في العراق ليست حقيقية، هناك فقط إعلان للمواطنين الأمريكيين حملة الجنسية، أما المرتزقة وحملة أستاذ مصطفى الوقت يضغط، والله أنا آسف، لكن يعني الآن نحن أبناء اليوم، قلت تريد القول أنه محافظات شمال الغرب العراق أذلت الأمريكان، طيب حسنا ما الواقع اليوم؟ اليوم يطبرون في الفلوجة، في الفلوجة اليوم التطوير، وأين أهل العراق؟ هذا جزء من الإجرام الأمريكي عندما سلم العراق إلى إيران برعاية دولية وبرعاية. انتصرت إيران إذن؟ انتصر مشروع إيران في النهاية. لا لم ينتصر، هذا مشروع للخراب والتدمير، هذا ليس عندما يكون هناك مشروع للبناء، مشروع للتنمية، مشروع للاستقرار، هذا يسمى انتصارا. أما مشروع التخريب الذي جرى في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، هذا ليس انتصارا، هذه هيمنة المحتل المتغطرس الذي فتحت له أمريكا وبريطانيا السابق. هيمنة سميها ما شئت، المهم أن العراق في جيب الإيرانيين، سوريا في جيب الإيرانيين، هذا هو الواقع، واقع الحال. يوما ما ستتغير وقائع الحال، كما تغير هذا الواقع الذي كان في العراق وفي سوريا سابقا، يمكن أن تتغير وقائع الحال عندما تتغير الظروف الإقليمية والدولية وتتغير التوازنات والسياسات في العالم. أستاذ مصطفى كامل، العرب السنة في العراق وفي سوريا تقريبا فنوا، تبخروا، ما ظل شيء، لم يبقى شيء. طيب ما هو المطلوب؟ هل المطلوب استسلامهم يعني الآن؟ ما هو المطلوب؟ البعض يعني يقول لك، البعض يقول لك من النخب أنه لا، يعني ما تقوم به إيران والله جيد، يعني تريد أن تحرر القدس وتحارب الصهاينة. طيب أنتم أيها يعني العرب السنة في العراق في سوريا، يا أخي سيروا في الركب الإيراني، سيروا في الركب الإيراني، الأمور جيدة يعني طيبة. هذه نخب واهمة ومستسلمة للإرادة الإيرانية، وبعضها لها مصالح مع النظام الإيراني، مصالح سياسية وغير سياسية، وبالتالي مصالح شخصية، بعضها مصالح حزبية وفئوية، بالتالي لا يمكن لهذه الأمة أن تستسلم للإرادة الشريرة في إيران. هذه إرادة شر وإرادة مشروع تدميري، مشروع للهيمنة، مشروع طائفي إرهابي عنصري توسعي، لا يمكن أن تستقر الحال في العرب السنة في العراق وفي سوريا بالذات، هم النسيج الأكبر في والأقوى والأقدر في هذه المنطقة وفي بنية المجتمع، وما يجري الآن هو محاولة لقتلهم وتدميرهم، لن تنجح إن شاء الله. الآن لنتحدث بصراحة، البعض يقول يعني المكون الشيعي في العراق تحديدا
يعني هل هذه اللاعب الإيرانية كما تسميها والأكاذيب الإيرانية ما زالت تنطلي عليه؟ يعني لأنه البعض فرح بقصف إيران لأربيل. يعني المضللون موجودون في كل من كل الأجناس ومن كل الأعراق ومن كل المذاهب والأديان في كل مكان أيضا وفي كل زمان، ولكن هناك حالة جيدة من الوعي تزداد يوما بعد آخر، الذي يطلع على طبيعة المجتمع العراقي وما يدور فيه من رفض لهذه العصابات التي تتحكم بالعراق، يفهم جيدا أن الشيعة في العراق الآن كثير منهم يرفضون هذه العصابات. هذا الحكم الذي جاء يحكم باسم الشيعة كما يزعمون لم يقدم لأهلنا في جنوب العراق وفي وسطه وفي منطقة الفرات الأوسط، لم يقدم لهم إنجازا حقيقيا. لا قدم لهم سوى قدم لهم. نعم. هو قدم لهم، أنقذهم من أيام صدام حسين الدكتاتور، والجماعة الآن يعني يذهبون إلى عاشوراء بأريحية وكل مواسمهم واحتفالاتهم يعني يصنعونها بأريحية. مع أن رئيس صدام حسين يرحمه الله لم يكن دكتاتورا، كان صاحب مشروع وطني ونهضوي وقومي حقيقي، وكان يرفض أن هذه الممارسات الطائفية، كانت العملية الممارسات الطائفية هي المرفوضة. يعني هذا اللطم والزلاجيل والممارسات التي لا تليق بالإنسان، هذا هو الإنجاز الذي قدمته هذه الأحزاب والميليشيات والسلطات التي تدعي أنها تحكم العراق باسم الشيعة. هذا هو الإنجاز الذي قدموه للشيعة بعد كل هذه بعد كل هذا الدمار وكل هذه الخسائر التي تعرض لها العراق، وهذه الدماء الغزيرة الطاهرة التي سفكت، هي هذا الإنجاز أن يعني يمارسون هذه الممارسات التي لا تليق بالإنسان. طيب. وهي ممارسات طائفية بغيضة عنصرية. الآن كثير من المواطنين في العراق بدأوا ينفضون عن هذه الممارسات. وجدنا في ثورة تشرين يعني ملامح مهمة وإشارات ممتازة. هو ما أصلا الجماعة في ثورة تشرين، يقول لك بعض الناشطين العراقيين يقولون لا، الجماعة في ثورة تشرين جزء منهم كبير طائفي يعني، وسكتوا عما حدث في الفلوجة والموصل. أرجوك الوقت ضيق، وسوف أقفز على قصة أنه والله صدام حسين ليس دكتاتورا، لأنه هي تحتاج إلى ساعات طويلة في النقاش، لكن أنا أريد أن أسجل أن كثرا ممن يسمعوننا الآن ربما يعترضون على هذه الجملة، يعني كيف صدام حسين ليس دكتاتور؟ الوقت أوشك على طيب الوقت أوشك على النهاية أستاذنا. الآن هناك نخب عربية أدانت قصف الأمريكان والبريطانيين لليمن قبل أيام، ما بال هذه النخب الآن؟ يعني لم تدن مثلا قصف إيران للعراق وسوريا؟ يعني هذه، وأنا قلت هذه نخب، أنا يعني هي نخب بين قوسين مع التحفظ على هذه الكلمة، هذه نخب مغيبة مضللة تسير نحو الهوى، أهواء شخصية، أهواء حزبية، أهواء مصالح فئوية وربما حتى مصالح شخصية، وبالتالي لا يمكن أن نستند إلى قناعات هذه النخب مرة أخرى بين قوسين، ودائما بين قوسين مع التحفظ على هذه الكلمة. هذه النخب لا يمكن أن تقود، هذه الجماعات أو الجهات أو الأشخاص لا يمكن أن تقود الوعي العربي. الوعي العربي الآن بدأ يعرف جيدا أين هو، أين هم أعداؤه. الوعي العربي الآن كله خلف الحوثي، أنتم يعني أقلية منعزلة، أنتم العراقيون، بعض العراقيين والسوريين أقلية منعزلة. هذا الكلام غير صحيح، ومن يرى وسائل التواصل كمنعكس كمؤشر لانعكاس الوعي الشعبي العربي يعرف جيدا أن هناك رفضا حقيقيا لجرائم الحوثي وتمييزا بين الانتصار. أين يا أستاذ مصطفى؟ نحن نرى بعد يعني بعد قليل سوف يعني عبد الملك الحوثي هذا سوف يقدم بصفته يعني صلاح الدين الأيوبي الجديد. هذا الكلام غير صحيح. أنا أقول لك يا أخ معاذ، هذا الكلام الذي تتفضل به ليس صحيحا. الصحيح أن هناك وعيا عربيا يرفض ما تقوم به العصابات في بغداد وعصابات لبنان، حسن نصر الله وأمثاله،
والعصابات في اليمن، الانتصار لقضية فلسطين، الذي يريد أن ينتصر لقضية فلسطين لا يمكن أن يدمر العراق وسوريا ولبنان واليمن، لأنكم إرهابيون، أنتم إرهابيون، أنتم إرهابيون في العراق وسوريا وطائفيون، هم يريدون تحرير القدس وأهل القدس يقولون هذا الكلام. هذه غسالة تغسل جرائمهم فقط، وليس هناك مسعى حقيقي لتحرير القدس. المعلومات التي نشرت قبل يومين عن قادة في حركة حماس أنهم كانوا قد اتفقوا مع حزب الله ومع جهات أخرى على حرب برية شاملة تتقدم حركة حماس في يوم 7 من تشرين 1 أكتوبر في طوفان القدس من الجنوب، ثم تتقدم قوات حزب الله من الشمال وتجتاح بحرب برية معززة بقصف صاروخي كثيف على المواقع المعنية في داخل الكيان الصهيوني، ثم تدخل جهات من فلسطين من سوريا أيضا، وبالتالي هذا المحور محور مقاومة سليماني تنصل عن هذه الاتفاقات وترك الشعب الفلسطيني يدمر بآلة العدوان الصهيوني والإجرامية التي أدت إلى كل هذا الدمار وكل هذا التخريب. الشعب الفلسطيني شعب حي وشعب مناضل وشعب مقاوم إذا أرى بلده، ولكن هؤلاء يتاجرون باسم القدس وباسم فلسطين وجرائمهم واضحة. حسناً، قبل أن أختم معك ب30 ثانية، في قادمات الأيام يمكن أن تفلت الأمور بين واشنطن وطهران أم لا؟ تبقى منضبطة؟ لا كلها منضبطة، وهناك قواعد الاشتباك مرسومة يعني تتحكم بكل مسارات الصراع بين الطرفين أو التنافس أو الخلاف بين الطرفين، سميه ما شئت. الصحفي العراقي أستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لك، تحياتي. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.